ما ناقصنا وجع راس. ابدا ما بعتذر من اي حدا ما فهم الفيديو اللي انا نزلته. عم جرب حب ووقف، انا عم جرب مش عم اعرف، عم جرب. هلو واضح، اتس هادي عوادة من بيروت. بالفوال اللي كنت حاطه للصبية اللي عم ترقص على غنية حزينة كنت عم مثل فيه كل امرأة هالقد تعبانة، كل امرأة هالقد تعذبت بعلاقة او بزواج، فرجيته بهذا الفوال اللي هي هالقد فيه تعيسة. كان عمري 17 سنة، قررت ادرس ميدسين، طلعت لادرس ميدسين and then قدمت على جامعتي اللي هي ببيلاروسيا. فمن اصل 500 واحد انقبل بس 13 وانا كنت من بيناتهم. طلبت من والدي انه انا بدي فوت على هيدي الجامعة and then صار المشكل اللي هو بعتبره مشكل كل بي ولد بي بلادنا العربية، انه نو انا ما بدي ابني يكون ارتست. and voila، تركت لبنان، تركت كل شيء، سافرت لحتى اعمل ميوزيكال سينماتوغرافي اللي هي انتر سينماتوغرافي اي كوريغرافي. درستها بور 6 ans. انا هلا لابس شميز زرقاء، يمكن انتم تكونوا مش حابينها، يمكن تكون انا حاببها. يا بتفكر يا بتحس لا ما فيك توقف. بوعدكم لو قد ما كبرت فنيا ولو قد ما كبرت بعمري، بعمري ما حاهين ولا شيء خاصه بالديانات او بالطوائف. ما حدا بيعرف قد ايه عندي ايمان، وما حدا بيعرف قديش انا انسان هالقد بخاف من ربي. فبليز بس نكتب شيء على السوشيال ميديا خلينا نفكر قبل ما نكتب.